تفتق وتصوب في الاراضي الاوروبيه. قداح عدى وفات. لا 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 لا، قلت عليه مش قداح، ده اسمه الدباح، حسن الدباح، مخلص على كل الحراس. يا سلام يا كاتونجا، التمركز الرائع من كاتونجا. بص الصياد، بص الدباح، يفرح يفرح يا راجل. انت معاك منتخب الخليج والاعلامي السعودي المعروف الان. الاحمر 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 يتوهج، مش ممكن يا جماعة، يعني كل ما بيكبر في السن كل ما بيبقى يعني افضل وافضل، كل ما الكرة بتخرج من ايده بمنتهى. بص بص الكرة خارجة ازاي تتهدى من ايده. بص نجم النجوم، ادي الزيادة العددية. نيمانيا تصويبة، هاتها من الشبكة يا راجل، انت رايح على مين؟ ارجع يا سيرجي، ارجع ارجع، ده الدباح، ده الدباح، ده اللي بيخلص. ثمانية خمسة التفوق حتى الآن. يا السلام يا كاتو، يا السلام يا كاتونجا يا راجل، طلعوا دقيقتين لاعب بعد الصفارة. أيوة كده، هو ده الكلام، فرجونا على الشغل الأوروبي، فرجونا على القرارات. إيه يا مورينو عايز إيه؟ إيه يا باول مورينو عايز إيه؟ إيه يا لاعب الكاب فيردي؟ حذاري من اللاعب العربي، حذاري. لكن بص كاتونجا، بص التمركز، والله دايماً بقولها له، بقولها له هو شخصياً، يعني كاتونجا استوى، كاتونجا كان لازم يبقى مميز جدا جدا. علي السيد احمد حبيب، الاحمر الاحمر، هات 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 يا سيرجي، هات هات يا سيرجي، هات. انت يعني يوم حظك يوم ما تقف لكره بيصوبها هذا النجم العالمي، يبقى يوم حظك بعيدا عن التصديات، يوم ساعدك، يوم هنا الفنان الكبير احمد الاحمر، اسم كبير في عالم كره اليد العربيه والافريقيه والاوروبيه، نجم كبير. وادي برجس، يلا يا كاتو، يا سلام، وكأن كاتو على طول ماشي معايا بالانفراريد. لا لا لا، اضحك تاني وهتجيبها تاني وهتخلصها تاني وتالت. الاسباني بيعتمدوا على الفوت ورك عالي قوي، فوت ورك عالي قوي. بص يا سلام، جابها قداح، بص معلم كبير ميرزا، يعني واحد من المعلمين في الدفاع. الاحمر راح وفات، هاتوا هاتوا يا راجل، هات يا راجل، الراجل ده خد البطاقة الحمراء، العبوا عليه، خد البطاقة الحمراء. لا ده ارنو بينجر اللاعب الفرنسي، بص جابه ازاي يا راجل، فين فين العقوبه؟ فين العقوبه السيد الحكم؟ هيهرب قداح، الصياد اصطاده وعدى وفات، اتقطعت الكوره، تمريره غير منضبطه، وعلى طول يا سلام. ان كان هناك يعني بعض التوقف في الهجمات والتصويبات، قال لهم ما تقلقوش هناك التصديات، على طول كاتونجا يمنع هدف اكيد. يلا يا قداح، يلا يا ولد، طلع ونزل تاني بالكره، اشاره لعب السلب. الاحمر بقى هنا ياخد المبادره، الاحمر قداح عدى وفات، والتصويبه رميه جزاء. ايوه كده ايوه كده ايوه كده، ضيعنا الرميه الماضيه، ان شاء الله ناكد في هذه الرميه. بص عملها ازاي، عمل الخداع وبايده العكسيه، شاط بايده العكسيه. قداح قداح قداح، الدباح الدباح الدباح، خلصها قداح، خلصها في جوستاف وحل الشفره، خلاص قال له انا جيت لك، انا الدباح، بعتنا لك الاحمر ابيت، بعتنا لك يعني بالامس ما ارتضيتش، اليوم انا جيت خلصت. اقعد بقى اقعد يا كابيتش، حذاري بين كاتونجا، هيمهلك بعض الوقت، هيمهلك بعض التصويبات، لكن هيجي في وقت. حذار يا دورديتش، يا الاحمر الصياد على الدايره، الزياده العدديه سابها، راح له الدباح. بص عملوها، بص شوف بيعملوا ايه، بص شوف الكوماندوز بيعملوا ايه، الخليج نادي الخليج بنكهه كومانديزيه، بنكهه زملكاويه، بنكهه بحرانيه، يعني بتوليفه ولا اروع. لسه بقول لك، لسه بقول لك وبعيد وبقول خلي بالك من كاتونجا، واحد من النجوم. الاحمر الاحمر والدباح، الاحمر والدباح، خلصها الدباح،
خلصها نجم النجوم، خلصها ابن نادي الشمس، خلصها لاعب الكوماندوز، خلصها لاعب فيف كلسة، خلصها مني بقى. هتغني وهتفرح في نهاية اللقاء. مرزا صياد، عايزين نتعادل. صياد الأحمر يتوهج، يا الأحمر يتوهج، يعني الجوهرة، جوهرة كرة اليد العالمية والله يا ابني، جوهرة على مرزا وكاتونجا. وادي المسكين بيعمل الزيادة العددية على الدايرة، بيحضروا الكورة. الأحمر بيقول للمسكين تعالى. يا سلام على الكروس باس، يا سلام على الخلخلة الدفاعية، الكبير كبير يا أحمد الأحمر. يا الأحمر ما زال يتوهج، ما زال يعني يخرج الكثير والكثير من قداح. عدى وفات بالمهارة طبعا، والتصويبة الصاروخية، بيضرب الكرة في الأرض، يعني تحس إن هو هيحفر بير في الأرض. الصياد عدى وفات، فتح له الثغرات، والتصويبة رمي 7 أمتار طبعا بذكاء. أضعف واحد، أضعف حلقة دفاعية في فريق بنفيكا، اللاعب رقم 28 لياندرو سيمينيدو، الحلقة الأضعف في الدفاع في مباراة النادي الأهلي، يعني خد القف. يلا جوستاف والدباح، خلاص حفظك، خلاص حفظك، حفظك يا جوستاف، راح فين ده الدباح؟ بص الأحمر بيعلى عليه ازاي. الثغرات، خلي بالك، خلي بالك، خلي بالك. يلا يا كاتو، يا السلام عليك يا ولد، السلام عليك يا كاتو. اللاعب من الأصول الروسية وهو الآن إسباني. أوه صاروخية، صاروخية، روسي اسباني، يعني بص بيت عارف ان هو حاططها له ازاي. لاعب بيشعر يعني بقيمته في التصويب. رايح فين يا راجل؟ تخلص على عشرات الحراس قبليك. ويا سلام يا دباح، يا سلام، خلص، خلص الكلام، خلص الكلام. لا لا لا، نجم كبير، كبير النادي الاهلي، الجماهير العريقه اللي بتؤازر فريقها في اي مكان. وادي الصياد، ثنائية من الجواهرجية، جواهرجية كرة اليد العربية. يا الأحمر والصياد، البطاقات الملونة، عدى وفات وعملها له، طلعه بقى يا راجل، يا راجل يعمل إيه تاني؟ راح له قداح، يعني حاول يخرجه من هدومه، راح له الأحمر كعبله وقعه. طب نعمل إيه تاني؟ لكن الأحمر التنهيدة اللي عملها يا راجل ما فيهاش أي حاجة، التنهيدة اللي عملها الأحمر دي، حذاري من القادم، حذاري من القادم، حذاري من النجم المصري، حذاري من نجم نادي الزمالك، حذاري من الكوماندوز، حذاري اتقفل النص. خلاص، خلاص إشارة اللعب السلبي، والله زمان بقالنا كتير ما شفناها. يلا يا كات، القط وهات، القط وهات، واللي فات فات. يلا بينا، يلا بينا، الأحمر لكاتو، ثنائية زملكاوية مصرية في أراضي السعودية بتحذف لحن جديد، لحن جميل وجديد. يلا متعونا، يلا ورونا، هعرفوا بنفيكا إن هما النهاردة كلمة. لكن التقدم خليجي. يا الأحمر كونفو، هوا يا هوا، واحدة من الهوا، واحدة من الايادي الحريرية، وهيرد هنا. يلا كاتو، ايوه كده، ايوه كده، مستنيها، انا مستنيها من الاخطبوط، انا مستنيها من النجم المصري، وهقول على رأي الكابتن خالد، وخلي اللي يشوط يشوط. يلا، هو جماهير يا الخليج. قداح على احمر الصياد، تمريرات قطريه، تمريرات عرضيه من اجل خلق المساحات. عدى الصياد، الراجل ده عمال يخبط فينا جامد، اديله على طول، عمال يخبط فينا جامد الدباح، من الرايت شغال، من الليفت شغال، بيقول لهم يلا متعونا. مبسوط قوي بالاغاني قوي، بيحب الحاجات دي قوي، يعني حسن
يلا يا ابو علي، يلا يا ابو علي. يعني بيدافع عنها بقلب بروح، ما شفتش حد كده ابدا، ما شفتش حد بيلعب بهذه الروح. يا كاتونجا يا كاتونجا يا كبير، يا كاتونجا يا كاتونجا، السلام عليك. كريم بصوا بيتر دورديتش بيقول له ايه، بيقول له يعني يا جماعه في ايه اللي حصل؟ احنا خدنا الدوري الاوروبي ازاي؟ احنا ضربنا مجد برج ازاي؟ لكن انت هنا في حته تانية، انت هنا بقى مع لعيبه كره اليد الحقيقيه، هنا انت جيت عند الصنايعيه، جيت عند الجواهرجيه، صفحه وسطر من اول وجديد. ويات تتفرج كده في كل يعني ده جاتو، ودي حلوات شرقيه، ودي حلوات غربيه، الله عليك، الله على الحلويات اللي بتقدموها، الله، دي حلويات شرقيه، حلويات شرقيه ماشي قوي النهارده على الغربيه. هات 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 29 24، الدانه بتضرب بكل قوه، الدانه بتضرب بكل قوه. يلا يا كاتو يا حكم، ليه كده؟ لكن كاتونجا رايق قوي النهارده يا المسكين، لكن ماشي. تصويبه ادي هنا على طول يا كاتونجا، المدرب قال لهم يا جماعه ده غير اللي جنبه، يعني حسن التريك، لكن الاحمر بص ادي هنا جابها على طول. يا سلام يا كاتو، يا على الكوره، يا على الكوره، يا على الكوره، هي على جنرال الحظ لما يدير ظهره في بعض الاوقات، لكن مباراه للتاريخ، مباراه للتاريخ، ننسى النتيجه ونقول مباراه للتاريخ. كاتونجا، لكن الحظ دايما يقدر. الاحمر، يلا 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 ولعوها، يلا يلا خلصوها خلصوها خلصوها، ليله خليجيه، خلينا نسعد ونفرح. بص شوف الاحمر بيعمل مرزا، بيلعبوا عالي، في خلخله، في دفاعات، في ما في مساحات، في مساحات، في مساحات، هناك اختراقات، الدباح يظهر، الدباح السفاح، الدباح السفاح، خلص خلص السفاح، يلا الاحمر كمان كمان، ايوه ايوه ايوه، اضرب بالدانه، اضرب بالدانه، ليله سعوديه النهارده، المملكه مش هتنام النهارده، الخليج ولعها وشعلها. اي حاجه من تاريخ البرتغال كلها يا اليكس، ده الاحمر يا اليكس، ده الاحمر يا اليكس، ده الاحمر يا اليكس، ده النجم العربي يا اليكس، انت غلطت، انت تفرح ان انت لعبت قدام احمد الاحمر يا اليكسس يا بورجس. وادي كاتونجا، يلا ولا يهمنا ولا يهمنا، كل الكرات دي من عندنا. 35 32، هم عارفين ان هم لعبوا الدانه، الدانه خلصت يا اليكسس بورجس، هتشوف خداح، هتشوف الدباح في دوري الابطال الاوروبي الموسم القادم مع فيف كيلس. الثواني الاخيره، الثواني الاخيره، جئنا زحفا يا خليج رغم اشواق الطريق، خلصوها خلصوها اولاد النيل واولاد سيهات، خلصوها ومعاهم اللؤلؤه البحرينيه، فرحوا خلاص، مزيج كوكتيل رائع، الدباح السفاح. من هو رجل المباراه؟ والله احترت كل، طبعا طبعا طبعا، لتاني مرة كلاكيت، تاني مرة السفاح الدباح هو نجم اللقاء، خلص خلص من الوريد للوريد، خلص على بنفيكا وهيخلص في اللي جاي، خلص على بنفيكا. طبعا كل الشكر للجماهير العربية، لكل الناس اللي تبعتنا، مبروك لنادي الخليج، مبروك للمملكة العربية السعودية، مبروك لكل عشاق اليد العربية، مبروك للكوماندوز الزملكاوية، مبروك للنادي الأهلي، مبروك لكل اللي شاركوا، مبروك هذا الفرح الجميل من نادي الخليج. سعدت بلقائكم معلق المباراة محمد راغب، على أن نلقاكم في مباريات أخرى، طبتم وطابت أوقاتكم، وإلى اللقاء.